لا يسعني إلا أن أتقدم بهذه المناسبة هذا الشهر المبارك بأسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحقيقة أولاً أحب أقول كل عام وأنتم بخير. أحب أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملك المملكة المغربية الشقيقة. هذه حملة دابت دولة الإمارات بإطلاقها سنوياً في المملكة المغربية، وهذا دأبنا دائماً عليه من أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومستمرين على هذا العمل الإنساني الدؤوب الذي أيضاً يدعم الأسر المتعففة. أيضاً كذلك اليوم سعيدنا بلقائي بجمعيات التي تقوم بهذا العمل الإنساني، وهذا العمل عمل طيب خاصة في خلال شهر رمضان، طول أيضاً لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث. الحمد لله نحن السنة هذه وصلنا إلى رقم غير قليل مضاعفة عن السنة الماضية. نتمنى إن شاء الله استمرارية هذا العمل، لأن هذا فعل خير وفي أجر خاصة في ليالي رمضان. كما تعلمون هناك أيضا غلاء في الأسعار اليوم في العالم كله بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن أيضا دعم الحكومة المغربية من خلال جلالة الملك بتيسير هذه الأمور على الناس أعطى الناس أريحية خاصة في خلال شهر رمضان. أتمنى إن شاء الله التوفيق لكم جميعا. أنا شاكر ومقدر أيضا حضوركم ودعمكم لنا دائما باستمرار. بادرة طيبة من صاحب السمو محمد الشيخ محمد بن زايد النهيان الذي تفضل وتكرم وأعطى هبة على شكل مؤونة ومواد غذائية للمجتمع المدني الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام ضميره لإيصالها إلى الفئات المحتاجة الهشة، خاصة وأننا نعيش فترة غلاء على الصعيد العالمي. كما يعلم الجميع هناك ظروف اقتصادية أرخت بظلال الغلاء والعيش المر على جميع المجتمعات، وبالتالي فهذه المساعدات الغذائية ستعمل على تخفيف مصاريف الفئات الهشة وخاصة في هذا الشهر الفاضل. كننخرطوا في هذه العملية اللي الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة دابت على التخطيط كل سنة بدعم واحد المجموعة ديال بعض الفئات المعوزة والفقيرة من خلال إفطار عملية إفطار الصائم، وهذا كيدخل في إطار التكافل الاجتماعي ديال الدولة دولة الإمارات مع الدولة المغربية، وما يمكننا إلا نستحسنوا لهذه العملية هذه، وما يمكننا إلا نصفقوا لهذه العملية ما لها من وقع إيجابي داخل بعض الأسر المعوزة. وانتم كتعرفوا شهر رمضان الكريم أنه لابد من شوية ديال الدعم، والحمد لله اليوم تلقينا هاد المكرمة اللي غتكون عندها واحد الواقع الحمد لله غيكون إيجابي داخل واحد المجموعة ديال الأسر المعوزة مدينة تيفت والمملكة المغربية، وشكرا لك. اليوم احنا بصدد استلام قفة رمضان في إطار حملة إفطار الصائم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللي رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. هذا المساعدة هي عبارة عن قفة رمضانية كتوزع على الأسر الأيتام والأرامل. هذه الاستفادة كتعبر على أواصر المحبة والأواصر الأخوة والمحبة للمجتمعين الشقيقين، محبة بطابع اجتماعي بطابع أخوي تضامني تكافلي، وهي فكرة المجتمع المتكامل يد واحدة يد في يد نكون أقوى، نفس فكرة مشروع صاحب الجلالة نصره الله لبناء مجتمع متكافل ومتضامن وأقوى. جزيل الشكر لكل قائمين على هذه الحملة.